أتى السيد أرطغرل. عبد الرحمن تفضل سيد. كما قلت افتح عينيك وانتبه الى اورال وباتو هان. لا تقلق سيد. اهلا بك. شرفت قبيلتنا. اهلا بك سيد. اهلا وسهلا. شرفت قبيلتنا. أين أورال سيدة جولبان؟ إن لديه عمل مهم. ارفعوا سيوفكم يا أبطال. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك في قبيلتي يا سيد أرطغرل. جلبت السرور لنا وشرفتنا. هذا شرف لنا سيد جندال. أمي السيدة هيمة، زوجتي السيدة حليمة، وهذا طبيبنا السيد أرطغرل. أهلا بكم جميعا. ابني عليار وابنتي أسليهان والسيدة تشولبان زوجة ابني أوران، وهو سيأتي بعد قليل. تفضلوا هيا لندخل. دخل السيد أرطغرل وقبيلة الكاي. حسناً، ليأتوا إذن. وما وضع العجوز؟ حدث كما قلت يا سيدي، السيد جندار قتل جميع قطاع الطرق الذين هاجموا الكاي. وماذا غير ذلك؟ يريد أن يعلم عن كل خطوة تخطوها. جيد، أنت ستخبره إذن. لن ندع ضيوفنا ينتظرون أكثر. شكرا لك. شكرا لك. لا راحة ولا تجارة في مكان فيه لصوص وقطاع طرق، في الوقت الذي تلاحق به عديمي الشرف. يمكن أن تثق بأنني سأفعل كل ما بوسعي سيد أرطغرل. حزنت كثيرا على شهدائكم سيد أرطغرل. الأراضي التي لا تسير بها الأحكام لا راحة فيها ولا طمأنينة. السلطان علاء الدين سيعيد القانون والأحكام إلى هذه الأراضي، وإلى ذلك اليوم يجب أن يتكفل أحد بالأمن هنا. فوظيفة من هذه؟
هي وظيفتنا إلى أن نجد اللصوص، وبعدها سنؤسس النظام ونحل السلام. إلى أن يأتي اليوم المبارك، فإن ديننا وأعراضنا أمانة عندنا، وواجبنا حمايتهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أتأذن لي سيدي؟ تفضل سيد أوران، اجلس. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. وأنا كنت أنتظرك. خيرا سيدي. السيد أرطغرل يقول بأن تأسيس النظام في هذا المكان هو وظيفة موكل بها، ومكلف أيضا أن يقطع يد اللصوص. أتمنى أن نتحد مع سيد قبيلة الكاي كي ننعم قريبا بالأمان، ولهذا السبب بالذات أردت أن أخطو خطوة بنفسي. الإيطاليون يريدون منا 1500 سجادة، وصناعة هذه الكمية قبل حلول الربيع هو أمر صعب جدا، ولكن إن اتحدت جهود النساء الماهرات في القبيلتين عند ذلك الجميع سيخرج رابحا من هذا الأمر. ماذا تقول سيدي؟ أعرض عليهم هذا العمل كمقدمة لبداية صداقتنا يا بني. لقد انتهيت وقلت ما أريد قوله لك، لكن المهم هو قرارك ليكتمل الاتفاق. قبل كل شيء عرضكم هذا هو شرف لنا سيد جندر. نحن نطلب الرزق دائما من الله، هكذا فقط نظهر شكرنا له على النعم. قبل الإجابة على عرضكم هذا أريد أن أستشير عائلتي والسادة، لأنني سوف آخذ القرار بناء على مشورتهم. أنت محق سيد أرطغرل، فهذه الشراكة لها أثر على الرجال والنساء في كلتا القبيلتين. أريدكم أن تعتنوا بالسيد أرطغرل وعائلته، وأن تحسنوا ضيافتهم. يوم الغد نتكلم. تفضلوا.